حز لي في القلب هذاك الشيء بزاف، بقى فيا ريان ما شعوري ديالي بانني تغيرت في لحظه بعد المزاوله العمل ديالي. فجاتني الفكره ديالي ناقشتها انا والابناء ديالي في منتصف الليل، نتزيت السياره ديالي شديت الطريق تقريبا مع جوج الليل، جوج وثلث حزتني في الاطروط، ما كنتش عارف الطريق ما بعدش مشى من اللي سبت مروت. فبقيت كنسال بعض الاخوان وداك الشيء، توصلت تما تقريبا مع العاشره صباحا، بقاش فينا الحال، يبقى فيا الحال هيك وما مشيتش وما ازرتش هذوك الناس تمايا. هذاك الشيء عايشنا لحظه بلحظه تضامن ولاد الشعب تمايا من جميع المدن المغربيه، ولكن تلقيت صدمه ما بعد صدمه الاب والام في هذيك الليله، صدمه اخرى وتلقي وفاه جدتي. شعور اللي غنقول لك صدمه كبيره عشتها، ما بقيت عارف واش نخلي الابن انتجل الجده او انتجل الجده ونخلي ابن. اولا السلام عليكم. اولا من شفت القضيه تاع تريان متبعه تقريبا شي هذاك النهار في العشيه للثلاث والنهار الاربعاء، حز لي في القلب هذاك الشيء بزاف، بقى فيا ريان ما شعوري ديالي بانني تغيرت في لحظه بعد المزاوله العمل ديالي. ذهبت الى المنزل بغيت نتعشى ما قدرتش، استشرت انا العائله ديالي الدار، قالوا لي معاك، قلت لهم قضيه ريان اثرت فيا بزاف وداك الشيء، ما كرهتش نكون تمايا في هذيك اللحظه، وانأزرمت انا ونقدم الدعم ونيابه عن اقليم مدينه اسفي ولا على البلاد ديالنا جماعه ستيجي، وحنا معروفين باهل الكرم واهل التضامن واهل الخير. فجاتني الفكره ديالي ناقشتها انا والابناء ديالي في منتصف الليل تقريبا، بغيت الناس ما قدرتش، فقدت الزوجه ديالي واش ممكن نمشوا. الزوجه ديالي بحال لقيتها تقبل الفكره وكانت تقول لي ما قادراش، نتزيت السياره ديالي شديت الطريق تقريبا مع جوج الليل، جوج وثلث حزتني في الاطروط، شديت الطريق تقريبا السادسه وشي حاجه حسيت الطريق بشفشاون، ما كنتش عارف الطريق ما بعدش مشاون من اللي سبت مروت. فبقيت كنسال بعض الاخوان وداك الشيء، توصلت تما تقريبا مع العاشره صباحا، شفت الحاله وعايشت معهم في نفس المكان، شفت الناس كيفاش مضامنه، شفت هي كاين صعوبات في الطريق باش توصل تمايا صراحه، لا تكرفصنا بزاف، ولكن التكرفص ديالنا ما مشاش هباء المنطورة، ما يبقاش فينا الحال، يبقى فيا الحال هيك وما مشيتش وما ازرتش هذوك الناس تمايا. دوزت معهم النهار تمايا العشيه المغرب، هذاك الشيء عايشنا لحظه بلحظه تضامن ولاد الشعب تمايا من جميع المدن المغربية، عشنا لحظات صعيبة تمايا صراحة من عين المكان. رحبوا بنا ذاك الناس بأننا مقادمين من مدينة أسفي صراحة. والدي في حالة مزرية بزاف، ما تقدرش أخي ما تقدرش الاحساس ديال هذاك الشعور ديال بالوالديه، اش غنقول لك، تفكرت الوالدين ديالي كي كانوا كيحسوا بينا حنا بالصغر، اش غنقول لك، واحد الشعور لا يوصف، اما خصوصا من الاعمام ديالو والاهل ديالو والاصدقاء ديالو والناس الاقرباء تما ديال المنطقه، اش غنقول لك، في حاله لا يرتى لها. الوالد عدو في واحد كرفس مسكين، لا نعاس لا ليل لا نهار، الوالدة عندو بوبرية ناعسة طايحة سخفانة، ما تقدرش تشوف هذاك المنظر، ما تبغيش العدوك الناس أو تاني الناس ديال العائلة ديالو ما حيلتهم من الضمور منطقة ما جيت الدار ما توافد الزوار كتار ديال أهل المنطقة، لا من النساء لا رجال لا أطفال لا شباب لا شابات،
واحد الظروف صعيبه اخي الكريم باش تعيش تمايا، وهذاك الشيء صعيب 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 بزاف صراحه. هل نقول لك بكل صراحه طرحت لي السؤال توجعت بزاف، عندي ابن عمره 6 شهور ولا 10 شهور، والله اخويا ما كانوا الدموع باغيين يطيحوا، ولكن غالب الله اول شعور من حسيت به حسيت بواحد شعور لا يوصف، حسيت به انه كيجري لي في عروقي، بالعالم هذاك الاحساس جاني غريب في البدايه، وبني وصلت شعور اخر، شعور لا يوصف اخي الكريم، ما نقدرش نعبر لك عليه بصفه نهائيه، ما نقدرش نوصفه لك كيف داير، ولكن ربي لي عالم. اصعب احساس هو انك تشوف ولدك كيموت قدامك. ثالث اصعب احساس تلقيت، رابع اشعر شعور ديال الاحساس اكثر من هو اللي تلقيته في هذاك النهار في هذيك اللحظه ما بعد الوفاه ديال الام ديالي، الوفاه الاب ديالي، وما نزيدش نسيت واحد الشعور هو شعور ديال التضامن ديال المنطقه ديالي نهار كانت الانتخابات، وهذيك الليله العصيبه اللي عشناها تمايا، هذا تو شعور ما نوصفوش لكم، ما نقدرش نقولوا ليك لان ابناء المنطقه ديالي تاج فوق راسي. ثم جاء شعور اكبر هو ديال الريحان، ولكن تلقيت صدمه ما بعد صدمه الاب والام في هذيك الليله، صدمه اخرى وتلقي وفاه جده ديالي. وليت كنت تلفت الريان نخليه ورايا، تلفت الطريق الاخرى واش نشدها واش نمشي ولا نجلس، ما بقيتش عرفت كيف غادي ندير صراحه. جا كان شعور صعيب بزاف، شعور اللي غنقول لك صدمه كبيره عشتها، ما بقيت عارف واش نخلي الابن ونتجه للجده او نتجه للجده ونخلي الابن. فرقت حد الان باقي متبعه لحظه بلحظه، حاليا كل لحظه راك تبني، وقفت عليا لقيتيني اصلا راني كنطالع الاخبار كل جديده وصغيره، وباقي الاخوان من تمايا الناس اللي وصيتهم كيتصلوا بيا كل لحظه، حاليا تلقيت اخر الاخبار دابا حاليا. كي جوك صراحة مغاربة رجال، عن بعد الخلافات السياسية بيننا وبين المنطقة العربية لإخواننا المسلمين أو كذا، أو شيء الخلافات القبيل ديال اللي واقعة في المنطقة ما بيننا وبين إخواننا في الجزائر، فتضامن كان كبير. أنا تلاقيت مع إخواني مصريين كانوا ساكنين هنا في المغرب، قاطنين هنا في المغرب لقيتهم تمايا، اخواني الجزائريين قاطنين في المغرب كاينين تمايا، تلاقيت مع اردني مع اخوان من الاردن حتى هما، وتونسي تلاقيت بهم تمايا، اخوان من جميع المناطق المغرب، التضامن ديالهم صراحه من جميع المناطق، تلاقيت مع اخوان من الدار البيضاء من فاس من قنيطره من الحاجب من شاون من تطوان من اكادير، واحد الاخ من العيون من الصحراء المغربيه من وجده، جميع المدن، بعض الاخوان الاصدقاء والمواطنين من المغرب اجمع كاينين في المحاضرين. رسالتي الاخيره، نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان نرى ريان بصحة جيدة إن شاء الله الرحمن الرحيم يكمل الحياة ديالو. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد.
وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.